السلام عليكم. وصلت موجة الغضب الشعبي التي تجتاح المنطقة إلى الأراضي الإيرانية مخلفة تظاهرات في مدن عدة. السبب المباشر لهذه الاحتجاجات خطة حكومية لخفض الدعم عن الوقود. الغاضبون شرائح مجتمعية كبيرة تضررت من رفع أسعار مادة البنزين الحيوية. الشعارات: الموت لعلي خامنئي وهو المرشد الأعلى للبلاد، الموت للديكتاتور. الرواية الحكومية: مندسون تحركهم مؤامرة خارجية رؤوسها الصهيونية العالمية وأمريكا وبعض دول المنطقة وعلى رأسها السعودية والإمارات. النتيجة حتى الآن عشرات القتلى من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية ومئات المعتقلين. السؤال: هل هو ربيع إيراني هدفه إزالة نظام يرى مراقبون أن التجاعيد الاقتصادية على وجه البلاد هي أبرز علامات شيخوخته؟ مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج حديث العرب تضع التظاهرات الإيرانية على طاولة الحوار. أهلا بكم. بقرار رفع أسعار البنزين اشتعلت المدن الإيرانية غضبا، فكان بمثابة الشرارة التي أذكت الاحتجاجات وأخذت تتسع بوتيرة متسارعة خلفت أكثر من 100 قتيل من المتظاهرين في بضعة أيام. ويبدو من اللحظة الأولى أن غليان الشارع الإيراني لم يكن وليد اليوم، بل كان نتيجة لتراكم الإحباطات بشتى أنواعها في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 80 مليون نسمة. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين إلى تظاهرات امتدت إلى المدن الإيرانية مطالبة بإسقاط نظام الحكم، ورفعت شعارات جريئة من قبيل الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي، ويا ديكتاتور ارحل عن البلاد. هذه الشعارات بالإضافة إلى إضرام النار في مكاتب تابعة لممثلي المرشد الإيراني وحرق صوره أصابت النظام في الصميم وأظهرت رفض الشعب لأربعة عقود عجاف مضت. النظام الإيراني الذي لا يتورع في القتل استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين وصفهم خامنئي بالأعداء والمتآمرين، حيث أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقتل 106 متظاهرين خلال الأيام الثلاث الأولى من التظاهرات، فضلا عن الاعتقالات واسعة النطاق. منظمة Human Rights Watch أدانت استخدام السلطات الإيرانية القمع المفرط والانتهاكات الفظيعة التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين، مبينة أن النظام الإيراني يأمل في إخفاء حملته الدموية ضد شعبه بقطع خدمة الإنترنت. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين، وقال إنه يشعر بالأسى تجاه الضحايا الذين سقطوا هناك. إيران التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة أرهقت قواها، لم تعد قادرة على إقناع الإيرانيين بتحمل المزيد من التبعات التي أنهكتهم، فكان رفع أسعار البنزين هو القشة التي قصمت ظهر البعير. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد عبد المجيد، الباحث في مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، وعبر سكايب من لندن الدكتور جعفر الهاشمي، الباحث السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأت معك دكتور محمد، يعني الآن تقريبا مضى أسبوع على تظاهرات الإيرانيين في الشوارع الإيرانية، هل غضب الإيرانيون حقا ودفعوا كل هؤلاء القتلى من أجل الوقود، أم أن ثمة مسكوت عنه في هذه التظاهرات؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بكم. الحقيقة هناك ثلاثة أسباب إذا أردنا أن نوجزها أدت إلى اندلاع هذه الاحتجاجات. السبب الأول هو أزمات معيشية، وكلنا نعرف أن المواطن الإيراني يعيش حقيقة أزمة يعني اقتصادية كبيرة، هو يعاني من الغلاء، يعاني من ارتفاع الأسعار، يعاني من مشكلة التضخم، يعاني من أسعار فلكية. لكن هذه الأسباب كانت موجودة سابقا، أضيف إليها طبعا يعني في الأسبوع الأخير يعني ارتفاع أسعار البنزين، لكن هذه الأسباب كانت موجودة سابقا ولم يقم الشعب الإيراني بالتظاهر عندما كانت هذه الأسباب. هذه الأسباب يعني هي عوامل أو هي نتائج لمشكلة أساسية، وهي عدم كفاءة الطبقة الحاكمة في البلاد. السبب يعني النظام الإيراني أعلن أنه سيقدم الدعم ل60 مليون شخص
إثر ارتفاع أسعار البنزين، وهذا يعني أن النظام يعترف أن 75% من الشعب الإيراني يعني يعاني من الفقر. من بين هؤلاء 60 مليون 14 مليون تحت خط الفقر و40 مليون قريب من خط الفقر. هذا السبب بالنسبة للسبب الأول. السبب الثاني هو الحقيقة هو حالة اليأس التي وصل إليها الشباب الإيراني من إمكانية حل هذه الأزمات، وفقد الشعب الإيراني ثقته بالنظام وقدرته على حل هذه المشاكل. لو تذكرنا أنه في العام 2013 حين يعني في العام الأخير من ولاية أحمد نجاد وصلت نسبة التضخم إلى 39%، لكن الشعب الإيراني لم يقم في ذلك الوقت ضد النظام ولم يقم باحتجاجات. لماذا؟ لأنه كان يعتقد أن هذه السنة يمكن أن تمر وبعد ذلك يمكن أن يأتي رئيس جديد وتأتي يمكن أن يغير في الأوضاع. حين جاء الرئيس روحاني إلى السلطة في البلاد الحقيقة كانت هناك آمال كبيرة بتغيير الأوضاع في البلاد، لكن والرئيس روحاني أطلق تصريحات وأطلق وعودا كبيرة لكنه ما لبث أن حنث بها وأدار ظهره للمحتجين. بعد ذلك يعني بعد عقد الرئيس الإيراني الاتفاق النووي مع أمريكا أيضا يعني كانت هناك آمال عريضة عند الشعب الإيراني بإمكانية تغيير وتحسين أوضاعهم، لكن قبل مجيء ترامب إلى السلطة وقبل انسحابه من الاتفاق النووي شعر المواطن الإيراني أن هذا الاتفاق النووي لم يجلب له الفائدة ولم يرى أثر ذلك على يعني أوضاعه المعيشية. لماذا؟ لأن أكثر المكاسب الاقتصادية التي حصلها النظام من الاتفاق النووي ذهبت للحرس الثوري الذي يعني أنفقها في تحسين يعني بنيته الدفاعية وكذلك في تحقيق مشاريعه التوسعية في المنطقة. إذن هذا هو السبب الثاني. إذا انتقلنا إلى السبب الثالث وهو إدراك المواطن الإيراني حجم الفساد والانتهاكات والمخالفات القانونية بين أقطاب النظام، وقد عرف بذلك من خلال الصراع الذي يجري بين أجنحة النظام بين المحافظين والمتشددين، إضافة إلى الثورة الرقمية. تعرف المواطن الإيراني على حجم الفساد الكبير الذي يعتري الطبقة السياسية في البلاد. في الشهور الأخيرة كان الجناح المحافظ يتهم فريق الرئيس روحاني بالفساد بمليارات الدولارات، ونتيجة هذه الاتهامات اعتقل أخو الرئيس روحاني وأودع في السجن، وهو يعني حكم عليه بخمس سنوات في السجن. في المقابل أيضا فريق الرئيس روحاني اتهم جماعة المحافظين بانتهاكات قانونية، أيضا انتهاكات قانونية كبيرة. إضافة إلى ذلك وصلت في بعض الأحيان إلى أبناء المرشد الأعلى. نعم يعني هناك مجتبى خامنئي هو ابن يعني المرشد الأعلى، هناك اتهامات يعني كبيرة له ب يعني التحكم بالبلاد وإدارة كثير من الأموال، وهو لا يمتلك أي صفة رسمية في الحقيقة. اتهامات من دون محاسبة، لم يحاسب بالتأكيد. يعني من سيحاسب ابن المرشد؟ هناك خطوط حمراء في إيران لا يمكن تجاوزها لأي شخص. فضلا عن ذلك المرشد نفسه أشار إلى أن المسؤولين غير قادرين على حل المشاكل الاقتصادية في البلاد. أضيف إلى ذلك أيضا الاتهامات يعني الفضائح التي كشفها الرئيس السابق أحمد نجاد بالفساد المستشري في أرجاء البلاد. قبل تقريبا في الأسبوع الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات بثلاثة أيام تكلم الرئيس روحاني في مدينة يزد عن فساد يعتري الجهاز القضائي وتغطيتهم على كثير من ملفات الفساد طبعا المحسوب على المحافظين. أصبحت شريحة كبيرة من الإيرانيين تعتقد أن النظام أيضا يعني يبدد طاقات بلاده وثرواتها خارج البلاد ولا تعود عليه بفائدة سوى الحصار والجوع والفقر، في حين أن أبناء النظام أبناء الطبقة الحاكمة يعيشون بمنتهى الرفاهية. هذه العوامل مجتمعة
جعلت الشعب الإيراني يخرج في التظاهرات. إذن نعم. الأسباب هي أزمات معيشية، فقدان الأمل، فقدان الأمل بحل هذه الأزمات المعيشية، وتعرف نعم. الشعب الإيراني على حجم الفساد المستشري بين أبناء الطبقة الحاكمة. لكن الملاحظ لو أذنت لي يعني دكتور محمد، الملاحظ أن الأسباب كلها أجملتها يعني يمكن اختزالها في أسباب معيشية، يعني مركزة في الأسباب المعيشية. أريد أن أسمع رأي الدكتور جعفر الهاشمي، هو معنا من لندن، أرحب بك مرة أخرى دكتور جعفر. يعني هل لو رفع الإيرانيون، تراجع الإيرانيون عن قرارهم برفع أسعار مادة البنزين الحيوية، هل يمكن للشعب الإيراني أن يعود؟ لأن الدكتور هنا في الاستوديو قال بأن أسباب الفساد وأسباب الفقر كانت موجودة في إيران، ومع ذلك لم يتظاهروا باستثناء تظاهرات عام 2018 و 99 الحركة الخضراء. طيب يعني إذن الأمر مرتبط فقط بأسعار البنزين، ليس هناك عمق سياسي واجتماعي لهذه التظاهرات، هل توافق على هذا الاستنتاج؟ بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. أهلا بكم دكتور. ما تفضل به الأستاذ الكريم يمكن أن ألخصه بأنه هو نتاج، وهو في الواقع آثار الأداء والسياسات في إيران. هناك أسباب عميقة جوهرية متجذرة وكثيرة وقديمة ومتجددة، طبعا جدا كثيرة لا يمكن حصرها في برنامج، ولكنما أصنفها ضمن ثلاث فئات. الفئة الأولى تتعلق في منظومة الدولة الإيرانية، يعني من يعرف إيران هي مجموعة من جزر اجتماعية متناثرة وأحيانا متناقضة وغير منسجمة وغير متسقة، وكونت هذه الدولة منذ قرن الدولة الحديثة يعني فيها على مضض من هذه الشعوب. والدولة الأولى في إيران وهي عهد الفهلوين كانت فاشلة في خلق دولة وطنية تقرب هذه الفئات والكتل الاجتماعية والشعوب، بالعكس ربما محاولة فرض هيمنة السلطة الفارسية والتي تشكل أقلية لا تتجاوز أكثر من 35% في إيران وسع الهوى بين هذه المجتمعات وخلق شرخا كبيرا بين هذه المجتمعات. بعد ذلك حينما جاءت الدولة الثانية يعني الجمهورية الإسلامية، كانت هذه الشعوب تتأمل بأنه يكون نظام إسلامي يستطيع أن يجمع هذه الشعوب، ولكنما خاب أملها، وبالنتيجة توسعت هذه القوة بين تلك المجتمعات. فإحدى الأسباب الجوهرية تعلق في الشعوب غير الفارسية التي تشكل كثافة سكانية لا تقل عن 60%. هؤلاء الآن لديهم مشكلة مع الدولة الإيرانية وليس مع النظام الإيراني. الفئة الثانية هي الفئة التي ترى أنه المشكلة في النظام مشكلة بنيوية، وأن النظام الفعلي هو لن يلبي طموحاتها وبعد كثير عن أهداف الثورة، وهذا النظام هو نظام كهنوتي أثيوقراطي مستبد دموي غير متناسب مع العالم والعصر وحتى المجتمع الإيراني الذي اختلف وتطور كثيرا خلال هذه الأربعة عقود. هؤلاء يريدون تغيير النظام، ولكنما يخشون بأنه الفئة الأولى ربما تسبب أن تستغل محاولة تغيير النظام وإيران يفتت ويفقدون وحدة التراب الإيرانية، ولذلك هم أحد العناصر الذي ربما يساهم في بقاء هذا النظام. الفئة الثالثة هي الفئة التي لديها مشكلة مع الأداء والسياسات التي قام بها النظام طيلة هذه الأربعة عقود. هذه السياسات في مجالها الاجتماعي أو في مجالها الاقتصادي بالتحديد كانت سياسات فاشلة، وبالنتيجة هم لا يريدون إسقاط الدولة في إيران أو تفتيت الدولة، ولا يريدون حتى تغيير النظام، بل يريدون إصلاحات وتعديلات جوهرية تنعكس على واقعهم المعيشي والاجتماعي. فكل هؤلاء تقريبا إذا ما جمعناهم اليوم يتفقون على قاسم مشترك واحد، وهو الضغط على النظام من أجل تعديل سياساته
التي تشكل أولوية بالنسبة لهم والمتعلقة بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي المريض. هذه مجمل الأسباب القائمة. هذه عن مجمل الأسباب يعني دكتور جعفر، لكن كنت قد سألتك فيما لو حاولت أن تأخذ السلطات الإيرانية خطوة إلى الأمام وتتراجع عن هذا القرار، علما أن كبار المسؤولين ومنهم المرشد الأعلى قالوا بأنه لا تراجع عن هذا، لكن يعني تحت ضغط الشارع وحفاظا على النظام مثلا، إذا ما تراجعت هذه السلطات، وثمة بعض المراقبين من يقول بأنه هذه الخطة ضمن الحسابات مطروحة لكن لم يصرح عنها، هل يمكن أن تسكت هذا مثل هذا القرار، أن يسكت الشارع الإيراني الآن؟ واقع الأمر كلا، أنا لا أتصور ذلك. أولا لنعرف أنه منذ آخر احتجاجات واسعة، حتى هذه الاحتجاج يعني طيلة عام واحد، إيران شهدت أكثر من 4370 احتجاج مهني وصنفي، جله يتعلق بمشاكل مرتبطة بالقضايا الاقتصادية وفئوية يتعلق بالمعلمين، العمال، الناس الذين أودعوا وداعهم المالية في البنوك مثل بنك أنصار ومهر، المتعلقة بالحرس الثوري. وبما أن تلك البنوك نهبت تلك الودائع وأغلقت أبوابها أثارت ضجة جدا كبيرة في المجتمع. ولكن الملاحظ يعني غالبية المجتمع الإيراني خاصة في هذه الاحتجاجات حينما نطق ورفع هتافات كانت هتافاته مباشرة سياسية. يعني هو ربما تجاوز عن أنه هذا النظام، المشكلة لا تتعلق فقط في موضوع البنزين. أنا فقط أود أن أركز على أنه أهمية البنزين بالنسبة للمجتمع الإيراني. لنعرف أنه من 13 مليون ساكن في طهران، هناك أكثر من 4 ملايين شخص يمتلك الدراجة ويستخدم هذه الدراجة كآلة للمعيشة لهم، يعني ينقلون عليها الأفراد ويتقاضون أجر أمام هذا الأمر. هذا فقط في طهران، وهي بالطبع ليست لأسباب مرتبطة بالتغير المناخي وإنما لأسباب اقتصادية لا شك. ثانيا أنه تقريبا 70% من الموظفين والطبقة التي تعمل بشكل حر في المجتمع الإيراني، كلهم الذين يمتلكون سيارات شخصية لهم بعد الانتهاء من وظائفهم الإدارية يذهبون يعملون بهم، يستخدمون هذه السيارات لنقل الأفراد والمسافرين في داخل البلد كي يسددوا عجز النفقات التي ترد عليهم بسبب الوضع المعيشي المزري. طيب دكتور جعفر، يعني أعتذر منك عن المقاطعة، سأعود إليك، يعني يجب أن أعود إلى الاستديو الآن. يعني الآن يعني على ما ذكره الدكتور جعفر من لندن على أحصى لنا الاحتجاجات التي شهدتها إيران، في هذا السياق صدر مؤخرا كتاب للمؤلف المصري محمود أحمد أبو القاسم بعنوان الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران، صنف بأنه من أهم المراجع في متابعة موضوع الاحتجاجات في إيران. ذكر أنه في عام 2018 في أسبوع واحد 489 احتجاجا، لم تسلم فئة مجتمعية أو شريحة مجتمعية من الاحتجاج، كلها احتجت تقريبا، وأحصى أنه هناك 33 احتجاجا عماليا وتسعة احتجاجات للمودعين في البنوك وممن نهبت أموالهم، وكذلك أربعة احتجاجات للمتقاعدين وحالة للمعلمين، وكذلك احتجاجات طلابية واحتجاجات السجناء السياسيين، و406 احتجاجات من قبل سائقي الشاحنات، فضلا عن شرائح أخرى من المجتمع. بما يمكن تفسير هذه القاعدة الواسعة والعريضة من المحتجين على ما يحصل في إيران، كيف تقرأ هذا؟ الحقيقة يعني هو السبب الذي ذكرته هو يعني كله يمكن أن يلخص بعدم كفاءة النظام في إدارة البلاد. حين ندرك أن هذه الاحتجاجات، أكثر هذه الاحتجاجات هي الحقيقة قامت لأسباب يعني أسباب اقتصادية وأسباب معيشية. على سبيل المثال العمال يثورون دائما بسبب التأخر في دفع رواتبهم، ولأن كثير من المعامل قد أغلقت يعني نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية. هناك ربما يعني عشرات أو مئات المعامل أغلقت وذهب العمال، يعني أصبحوا انضموا إلى قافلة العاطلين عن العمل. الممرضات مثلا يعترضن بسبب عدم دوافع رواتبهن، التأخر في دفع الرواتب. يعني ألا يمكن أن يفهم من هذا الإحصائيات التي نقلتها عن الكتاب، ألا يمكن أن يفهم أن المجتمع الإيراني خلاف ما تروجه الرواية الرسمية من أنهم يكادون يكونون متحدين بشأن الموقف من النظام؟
لا يعني هذا الكلام، أن الصورة التي ينقلها النظام بأن الشعب يعني يؤيده، هذا كلام يعني عار عن الصحة، والمسؤولون الإيرانيون يدركون ذلك، لكن هناك يعني لا يقرون بهذه الحقيقة، أن شريحة واسعة من الشعب الإيراني يرفضهم، وبات يرفضهم كثير من الشعب الإيراني، لم تعد تنطلي عليه شعارات المقاومة والعداء لأمريكا. منذ يعني في نهاية 2017 وبداية 2018 صرح يعني كثير من الإيرانيين أنه يعني عدونا ليست أمريكا، عدونا في الداخل. صرحوا أيضا بأن المحافظين لتذهبوا، المحافظين والإصلاحيين كلكم يعني وجهان لعملة واحدة، سئمنا منكم ولم نعد نتقبلكم. هذا كله يشير إلى عدم كفاءة النظام في إدارة البلاد، وكله الحقيقة يعود إلى أسباب مطلبية وأسباب خدمية. لو تمكن النظام بالفعل من إدارة البلاد بطريقة أفضل، أنا أعتقد لكان حجم هذه الاحتجاجات أقل بكثير. أنا دائما أذكر يعني طيب على سيرة حجم هذه عندنا في سوريا، لو سمحت، عندنا في سوريا يعني قبل سنة لم يكن النظام يعني يتأخر عن دفع رواتب الموظفين طيلة طيب. سبع سنوات من عمر الثورة، لكن النظام في إيران كان يفضل يعني إرسال الأموال لبشار الأسد ليعني إدارة الأمور، في حين أنه يقطع أو يؤخر دفع الرواتب عن مواطنيه. لكن ما النسبة التمثيل؟ صحيح أن التظاهرات شملت مدنا كثيرة في إيران، لكن ما النسبة التمثيلية لهذه التظاهرات بالنسبة لشعب يبلغ تعداد سكانه 82 مليون نسمة أو أكثر من 80 مليون نسمة؟ يعني هؤلاء من خرج ضد النظام هم يمثلون شرائح واسعة من المجتمع، ليست شريحة واحدة، يعني شريحة العمال أو شريحة المتقاعدين أو شريحة يعني هناك طلاب جامعة، هناك لكن طلاب الجامعة الحقيقة احتجاجاتهم كانت يعني ضئيلة ومحدودة. يمكن أن نقول أكثر من خرج في هذه الاحتجاجات هم الفئة الأكثر فقراً في المجتمع. لكن رئيس جامعة طهران يقول إن هناك عشرات المعتقلين الذين أخفوا في السجون، منهم من عاد ومنهم من ما زال مصيره مجهولاً. هذا رئيس جامعة طهران يقول في الاحتجاجات هذه الأخيرة. الاحتجاجات نعم. نعم في الاحتجاجات الأخيرة يعني خرجت يعني احتجاجات داخل الجامعة تأييداً لمطالب المحتجين، وقام النظام بإرسال سيارات الإسعاف لداخل الجامعة، مع أن لأن ممنوع على القوات الأمنية دخول الجامعة، فأرسل النظام قوات يعني مكافحة الشغب داخل سيارات الإسعاف، دخلوا إلى الحرم الجامعي واعتقلوا الطلاب من داخل الجامعة. لكن الحقيقة مشاركة الطلاب في هذه الحركة الاحتجاجية الحالية هي مشاركة محدودة، يعني ينبغي الإنصاف في هذا الأمر. طيب أريد أن أسأل الدكتور جعفر، يعني أنت عملت محاميا وطبيبا في إيران ولديك خبرة واسعة ومتابع عن كثب لما يحصل هناك، هل هذه التظاهرات لها قيادة تنظمها أم أنها عشوائية واعتباطية؟ ينبغي التنبيه على أنه نحن أمام نظام يضفي القداسة على نفسه ويسمي نفسه النظام المقدس الإسلامي، كما أنه يعتقد بأن ولي الفقيه هو ظل الله في أرضه وهو في مكان معصوم ولا يمكن نقده أو التعرض لآرائه وتوجهاته وأفكاره. بناء على ذلك أن ثمن أي نشاط سياسي في إيران باهظ جدا، لا أعتقد أن يوجد هناك نظام إلا بعض الأنظمة القريبة عن من المستبدين والديكتاتوريين، وحتى هؤلاء لا يعطوا لأنفسهم هذه القداسة السماوية. الشعب الإيراني في نفس الوقت لديه هذا الوعي، ولذلك هو حينما يظهر إلى الشارع ربما يبطن كثير من النوايا تجاه النظام ويريد أن يغير النظام، ولكنما يعرف أنه الأدوات التي يستخدمها لابد أن تكون أقل خسارة بالنسبة له. ولذلك هو منذ 4 عقود وبعد الانتخابات الثانية في إيران، يعني في إحصاءات الانتخابات الأولى في إيران ساهم فيها أكثر من 90% من الشعب الإيراني، بعد قضية بني صدر الانتخابات كان مستواها لا يشكل أكثر من 38%، يعني الشرخ بين الشارع، بين المجتمع وبين النظام بدأ وانطلق منذ ذلك الحين، وجاءت التراكمات
الهدر، قضية الحرب العراقية الإيرانية التي أصر عليها النظام الإيراني واستغرقت لكن دكتور جعفر لم تجبني عن سؤالي، هل هذه التظاهرات لها قيادة؟ أنا الذي أريد أن أصل له حقيقة بأنه الرغبة الحقيقية الموجودة في الشارع هي تهدف إلى تغيير النظام من خلال استثمار واستغلال أي وسيلة يمكن تتوفر له، حتى ولو كانت هذه الوسيلة ثغرة في الدستور الوطني أو حتى من خلال الانتخابات. وبناء على ذلك لا يمكن لنا أن نفهم بأن حضور المجتمع في انتخابات هو يمثل تأييدا بالنسبة للنظام، بالعكس هي حركة تسعى لتغيير النظام. لكنما ثانيا نقطة هناك مهمة، يعني الشريحة المثقفة في إيران هي منشطرة على نفسها، كثير منهم لا يؤمن في مبدأ الثورة لأنهم يقولون نحن قمنا بثورة ورأينا كيف المستبد جاء وهيمن على هذه الثورة في إيران. إذا من حيث المجموع هناك رغبة عارمة في الشارع الإيراني لتغيير النظام. الآن هذه الحركة أيضا صحيح هي شرارة دفعت في الشارع إلى الظهور، لكنما أولا النظام الذي أنا أعرفه لن يتراجع أبدا على الإطلاق، سيما وأنه هذا القرار قرار سيادي جاء بإعاز من القيادة في إيران. ثانيا حتى إذا تراجع وإذا ما تراجع الشارع سوف يطارد النظام، ولأول مرة يجد أن النظام انهزم أمامه فسوف يتجرأ ويتجاسر أكثر ويذهب قدما إلى الأمام، لن يقف إلا عند نقطة سقوط النظام. هذا هو كل ما في الأمر. طيب ابقى معنا دكتور، نواصل هذا الحديث بعد العودة من هذا الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تظاهرات الشارع الإيراني التي انطلقت أخيرا ردا على خطة السلطات الإيرانية بخفض الدعم عن الوقود. في الاستوديو دكتور محمد، يعني المتظاهرون أطلقوا عبارات قوية بحق خامنئي، وهاجموه وصفوه بالديكتاتور ودعوا عليه بالموت والخروج إلى آخره. طيب ثم أحرقوا، يعني عمليات تحريق طالت حوزات دينية في البلاد، أي دلالة سياسية أو اجتماعية أو دينية يمكن قراءتها في هذه الأعمال؟ نعم، الحقيقة الشعارات التي رفعت هي ليست جديدة، شهدنا هذا النوع من الشعارات في نهاية العام 2017 وبداية العام 2018، لكن هذه الشعارات أصبحت أكثر حدة الآن. تصريحات المسؤولين الإيرانيين كما أشرت في المحور الأول الحقيقة خلقت وعيا لدى الشعب الإيراني وزادت يعني معرفته، فأدرك الشعب الإيراني على سبيل المثال أن هناك مؤسسات اقتصادية ضخمة يديرها المرشد وهي تخضع لمسؤوليته، وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة خاتم الأنبياء، الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام والعتبة الرضوية، ومؤسسة المستضعفين. هذه المؤسسات تدير يعني ما يقارب 60% من اقتصاد البلاد، ولا يعرف بالضبط يعني حجم الأموال التي تديرها، مع أن يعني مع ونذكر هنا أن رويترز أعلن يعني ذكرت في تقرير لها في العام 2013 أن إحدى هذه الهيئات وهي هيئة تنفيذ أوامر الإمام تدير ما مجموعه 95 مليار دولار. الحقيقة الخامنئي يعني أصبح الشعب الإيراني يدرك أن الخامنئي يسيطر على كل مفاصل الحكم في البلاد، يتدخل بكل صغيرة وكبيرة، يتدخل بكل شاردة وواردة، من الأمور الكبيرة حتى إلى يعني إقامة حفلة موسيقية في إحدى الجامعات أو إقامة رحلة طلابية مختلطة.
بالنسبة للاحتجاجات الأخيرة، خامنئي بداية في اليوم الأول للاحتجاجات حاول أن ينأى بنفسه عن هذا القرار، مؤكدا أنه فقط يدعم هذا القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، لكن تأييده لهذا القرار كان بمثابة يعني صب الزيت على النار، لأنه قبل تصريحاته كانت هناك دعوات برلمانية لسن قوانين تجبر الحكومة على التراجع عن هذا القرار. زاد من نقمة المحتجين على المرشد وصفه لهم بالأشرار والمخربين والمخربين، نعم، ويعني هو في هذا عندما يصفهم بالأشرار والمخربين فهو يعني يوجه السلطات الأمنية بطريقة التعامل معهم. بحسب يعني تصريحات الخامنئي كما أشار الدكتور، الخامنئي يعتبر أن النظام هو نظام مقدس ولا يحق لأي مواطن في البلاد الاعتراض، لأنه يعترض على حكم إلهي، وهذا الحكم هو أفضل حكم يعني موجود في الدنيا ولا يخطئ هذا الحكم، بالتالي كل من يقوم على هذا الحكم هو مأجور وهو تابع لدولة أجنبية ومندس وينفذ مؤامرة خارجية، وفي أحسن الأحوال هو إنسان ساذج ينبغي تنبيهه. ناهيك يعني عن أن هناك الحقيقة في الشارع الإيراني هناك نقمة كبيرة على رجال الدين والمؤسسة الدينية. أتت هذه النقمة ليس فقط بسبب الميزات التي يتمتع بها أفراد هذه الشريحة، بل كذلك بسبب سعي هذه يعني النظام الديني لفرض نمط معين من الحياة على الشعب الإيراني. كثير من الإيرانيين، يمكن أن أقول ذلك بجرأة، ابتعدوا كثيرا عن الدين وأصبحوا يعني لا يهتمون بالدين، أو حتى يعني لديهم يعني ميول معارضة للدين. تقارير دولية تتحدث عن انتشار الفساد والرذيلة في المجتمع الإيراني، تقارير دولية تتحدث عن هذا. يعني حتى أن يعني هناك ابتعاد عن الدين ومعاداة للدين بشكل أو بآخر بسبب ممارسات النظام. إذا ذكرت لك يعني إحصائية يعني ذكرت منذ فترة بأن هناك 400,000 رجل دين في إيران، بمعنى أن هناك رجل دين لكل 200 مواطن إيراني، في حين أنه لا يوجد سوى 80,000 طبيب إيراني، يعني بمعدل طبيب لكل 1,000 مواطن إيراني. كل هذه العوامل بمجملها جعلت الشعب الإيراني يعتقد أن الخامنئي بما يمثله يعني من إدارة هو السبب في عموم المشاكل في البلاد. طيب دكتور جعفر، يعني ذكر كلاما مهما ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد عن أن الشعب ناقم على الطبقة الحاكمة. إذا ما قرنا هذه الإجابة أو هذا الكلام بأفعال المتظاهرين، حرق الحوزات العلمية، الغضب من المعممين وعلى رأسهم المرشد الأعلى، إلى أي درجة يمكن أن تقرأ فيما يحصل أنه سقوط بين قوسين لنظرية ولاية الفقيه في حاضنتها في إيران عند الشعب الإيراني؟ ولاية الفقيه كنظرية وكممارسة سقطت منذ عقود في إيران، لكن ما المؤشرات على هذا السقوط؟ المؤشرات هي رغبة الشعب الإيراني بكل طوائفه وكل مكوناته، الرغبة العارمة لتغيير هذا النظام. لكن لا ننسى بأنه الإيرانيين قاموا بثورة في عام 79 وضحوا لها بقيادات وطنية وعلمانية، وأزيحت تلك القيادات وحرفت الثورة. واليوم بعد 40 عام نحن نلاحظ بعض المتظاهرون يترحمون على روح الشاه. يعني النظام الفعلي بعد 4 عقود من كل الحداثة والعصرنة والتطور وهم يرونه أسوأ بكثير من تلك النظام الذي حاربوه لعقود حتى استطاعوا أن يسقطوه. اليوم الشارع الإيراني برمته وبغالبه هو لديه في الواقع رغبة جامحة لإسقاط هذا النظام وتغييره، ولكنما يخشون بأنه الثورة
قد لا تأتي له بأفضل، أو قد يؤدي التفتت الاجتماعي الموجود إلى أسوأ دكتور جعفر. أنا معذرة، أنا مهتم بقضية يعني موضوع نظرية ولاية الفقيه في إيران، وأنت قلت بأنها سقطت منذ مدة طويلة، يعني وسألتك عن المؤشرات، هل هناك طبقة من المفكرين، من السياسيين، من الإعلاميين، من المعارضين تحدثوا عن عدم ملائمة ولاية الفقيه لإيران ولمستقبل إيران؟ يعني المؤشرات الفكرية، المؤشرات السياسية على الشعبية، حتى على سقوط هذه النظرية في المجتمع الإيراني، لأن هذا مؤشر مهم على يرسم ملامح ومعالم هذا التظاهر الحاصل الآن. أنا أبدأ من النقطة التي انتهى منها الدكتور. هناك 400 ألف رجل دين في إيران. طيب. تعرف أن 98% من هؤلاء رجال الدين هم يعيشون تحت خط الفقر، وبالنتيجة هؤلاء هم رغم هذا الشرف ورغم هذا العداء من الشارع تجاه هؤلاء، إلا أنهم هؤلاء أيضا لم يسلموا من الأداء الفاشل لنظام ولاية الفقيه والنظام الفعلي. تعرف في إيران هناك مؤسسة كبيرة، محكمة خاصة تعود إلى ولي الفقيه خارج نطاق السلطة القضائية، مخصصة لرجال الدين، ومحاكمتهم إذا ما انتقدوا نظرية ولاية الفقيه. كثير من المفكرين وحتى المعارضة الرمادية، أنا أطلق عليها المعارضة الرمادية، وهي التي تمسك العصا من الوسط، جزء منها في النظام، لكنما هي تدرك خطورة النظام. لنقرأ خارطة رؤساء الجمهورية في إيران واحدا تلو الآخر، منذ بني صدر الذي اعترض على نظرية ولاية الفقيه حتى رفسنجاني الذي كان يريد إجراء بعض التعديلات. أين انتهى بهم المسار؟ أين كروبي؟ أين أمير حسين؟ هؤلاء من أعماد الثورة وحتى من أعماد ولاية الفقيه، لكنما الآن الطبقة النخبوية، سواء كانوا رجال دين، سواء كانوا في جامعات، أو سواء كان مواطن عادي، كلهم يرون بأن نظرية ولاية الفقيه هي نظرية أولا فاشلة، غير قابلة للتطبيق، ليس بدستورية وليس بشرعية، وبناء على ذلك يرونها بدعة ابتلوا بها خلال هذه ال4 عقود، ويريدون الخلاص منها بأي سبيل وأي وسيلة، ولذلك هم يسعون ويحاولون، لكنما هناك تحديات وهناك مشاكل تأتي على رأسها هيمنة هذا النظام. الهيمنة الموجودة طيب. هي لا تعود فقط. أرجو المعذرة دكتور جعفر، ذكرت نقاطا مهمة، يريد ضيفي في الاستوديو أن يعلق على ما ذكرت، يعني يتخاطب معك لو باختصار من فضلك، تفضل. بالنسبة لموضوع ولاية الفقيه، ولاية الفقيه يعني أمر سينتهي مع بنهاية المرشد الحالي، لن تكون هناك ولاية فقيه بشكلها القادم، يعني بشكلها الحالي مع المرشد القادم، سواء كان شخصا أم كانت يعني كان عبارة عن مجلس مستشارين. يعني أركان النظام كما تفضل الدكتور جميعهم أصبحوا يدركون أنها يعني أنه غير ممكن يعني تطبيق هذا النموذج الذي اخترعوه لإدارة البلاد. نعم، عود إليك دكتور، أنت درست المؤسسة الشيعية في داخل المؤسسة الشيعية، ودرست الفقه الشيعي، وربما لديك فكرة واسعة عن كيف تدار الأمور في داخل المؤسسة. إلى أي مدى تتفق مع مقاله ضيفنا من أنه بعد المرشد الأعلى الآن علي خامنئي لن تكون هناك قيامة لنظرية ولاية الفقيه في إيران؟ إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام باختصار من فضلك؟ أنا أذهب إلى أبعد ذلك، أنا أرى وحدة بين النظام القائم ونظرية ولاية الفقيه وخامنئي. يعني بعد الخميني كان رفسنجاني وكان خامنئي، هم الامتداد إلى هذا النظام. فانتهى رفسنجاني، بقي من الرجالات الملازم ملازمة جوهرية وذاتية مع قضية ولاية الفقيه هو خامنئي. وإذا ما توفي خامنئي أو أزيح عن السلطة، سوف لن نشهد تجسيدا لولاية الفقيه، إذا ما افترضنا بأنه هذا النظام يبقى. ولكنما بما أنه في الدستور الإيراني هناك شيء باسم الحكومة الإسلامية يتبلور في ضمن الحاكم الإسلامي، بناء على ذلك ما إن انتهى ولي الفقيه سوف ينتهي هذا النظام، وهو غير قابل للتعديل. حتى الخبراء والمنظرين في إيران الذين يحاولون تعديل نظرية ولاية الفقيه، نعم، هم وصلوا إلى هذه النقطة بأنه يجب تعديل الدستور الوطني الإيراني وحذف نظرية ولاية، نعم، الفقيه. وإذا ما حذفوها، أنا أقول لك بأنه يعني الشارع الإيراني المحتقن والذي فقد الثقة بهؤلاء الطبقة السياسية، وأيضا فقد الثقة في رجالات الدين، نعم، سوف لن يقبل بأي منظومة تأتي
لها أو فيها أدنى رائحة من الدين، بل الخطر والتحدي الأكبر الذي أخشى منه في المستقبل أنه في إيران سوف يأتي نظاما ضد الإسلام وضد المسلمين وضد العرب، قد تكون ضديته نعم. أكثر بكثير من إسرائيل تجاه العرب طيب. الموجود وهذا الخطر. لكن دكتور سبق لإيران أن شهدت احتجاجات كثيرة، فيعني جنابك وبعض المراقبين يعولون كثيرا على هذه الاحتجاجات. أريد أن أسأل ضيفي في الاستوديو دكتور محمد، سبق أن شهدت إيران احتجاجات كثيرة لكن السلطات تمكنت من السيطرة عليها، والآن يقول المسؤولون وحتى سياسيون من خارج السلطة وكتاب وإعلاميون يقولون بأن الحكومة صار لديها خبرة واسعة في إدارة هذه الاحتجاجات والسيطرة عليها، هل ستتمكن السلطات من احتواء هذه التظاهرات أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟ الحقيقة لا شك أن لدى النظام يعني خبرة طويلة وباع طويل في قمع الاحتجاجات، وهو قمع الاحتجاجات في العام 2009 وفي العام 2017 وإضافة إلى الاحتجاجات الصغيرة هنا وهناك، أضف إلى ذلك خبرته يعني التي يعني مارسها على الشعب السوري وقمع بمساعدة بشار الأسد في قمع المحتجين في العراق أيضا يعني. نعم في العراق شهدنا ذلك مؤخرا، لكن أيضا في المقابل المتظاهرون أيضا أصبحت لديهم طرق جديدة لم يكونوا يعرفونها سابقا. الآن يمكن أن نرى عددا من المحتجين لا يتجاوز 4 أو 5 أشخاص يمكن أن يضعوا يعني يقفوا بسياراتهم في وسط يعني طرق كبيرة، ويمكن أن يعني تصطف وراءهم عشرات ومئات السيارات ويسببون يعني أزمة للنظام. في هذه للمرة الأولى خلال 4 أيام من الاحتجاجات يسقط هذا العدد الكبير من الضحايا ب 106 أشخاص في اليوم الرابع و 138 شخص في اليوم الخامس، وهذا يدل هذا الحقيقة في الثورة الخضراء التي حدثت في العام 2009 امتدت 8 أشهر تقريبا لكن لم يسقط أكثر من 120 شخص. الآن نرى في غضون 4 أيام سقط 106 أشخاص، وهذا في الحقيقة لم يحصل حتى في بداية الثورة السورية. إذن هناك إرادة كبيرة لدى الشباب الإيراني بالوقوف ضد أفعال النظام، وكثير من إذا عرفنا أن كثير من المحتجين هم من جيل الشباب العاطل على العمل الذي ليس يعني لا يجد أفقا لحل أزماته وليس لديه ما يفقده. يعني نرى أن هذا يعني هذه الاحتجاجات الحقيقة مختلفة عن غيرها، لكن في المقابل النظام لديه خبرة كبيرة في قمع الاحتجاجات، وهو تمكن يعني في هذه الاحتجاجات من قطع الإنترنت وسد كل المنافذ لإيصال الصوت والصورة، مع أنه خرجت يعني بعض يعني الفيديوهات إلى خارج البلاد. الحقيقة أنا أرى أن النظام يمكن أن يقمع هذه الاحتجاجات، لكن قمع هذه الاحتجاجات لا يعني انتهاء الأزمة. أنا ذكرت في هذا البرنامج أن هناك حالة استياء عامة من النظام، وهي إن أخمدت الآن وحتى في المرات القادمة فستكون في المرات القادمة ستكون أكثر تنظيما وأوسع زخما وأوسع رقعة بالمشاركة. سأعود إليك، لكن دكتور جعفر حقيقة الأرقام الصادرة عن المؤسسات الأممية والدولية المرموقة والموثوقة تتحدث عن ثالوث خطير ومخيف في إيران، وهو ثالوث البطالة والفقر والتضخم. هذا ربما يشكل حافزا كبيرا للمحتجين والغاضبين في الشارع الإيراني. السؤال المطروح الآن، إلى أي مدى هؤلاء الشباب قادرين على إحداث تغيير ما في بنية السلطة في إيران، تغيير داخلي ما في إيران؟ يعني لابد أن ندرك بأن هؤلاء الشباب هم ليسوا من جيل الثورة وليسوا من عهد البهلوي كما يصفهم النظام، وإنما هم من جيل حديث كالشباب في العراق أو في لبنان. لم يطلعوا على أنه كان هناك نظاما ديكتاتوريا، كانت هناك ثورة. خامنئي وجماعته لا زالوا يعيشون في عقل الثورة، وهؤلاء الشباب الذين اطلعوا على العولمة والثورة المعلوماتية وأدواتها وسبقوا الطبقة السياسية بكثير، ولديهم الكثير من المعرفة والإلمام بكثير من القضايا، يشكلون رقما صعبا الحقيقة.
إذا ما قرأنا الأحداث في العقد الأخير وقارناه في الأربعة عقود الماضية في المجتمع الإيراني، هناك تغيير جوهري في بنية المجتمع والعقلية بالنسبة إلى الشباب. هناك أجيال حديثة تختلف جذريا عن الأجيال السابقة. هذا ناهيك عن أنه النظام خلال هذا العقد فقد قداسته. يعني كانت حتى في الاحتجاجات التي ظهرت في قضية الثورة الخضراء، الشارع الذي انطلق هو من الطبقة الأولى في التقسيمات الطبقية، يعني الطبقة الوسطى، وكان في طهران، وهو لم يظهر في احتجاجات ضد النظام وضد خامنئي، بل لجأ إلى خامنئي وطلب منه إجراء أو تعديل في نتيجة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة. يعني كان يؤمن بالنظام. لكنما هذه الاحتجاجات هي ليست احتجاجات المثقفين، وليست احتجاجات نخبة سياسية تطالب في حقوق سياسية بالدرجة الأولى مثل الانتخابات، وإنما هي احتجاجات عارمة عفوية انتشرت سريعا في كل جغرافيا إيران، وجمعت جميع الأعراق والطوائف في هذا المجتمع دون أن يكون لها قيادة واضحة. لكن هل لديها القدرة على إحداث التغيير ما دكتور جعفر؟ قطعا أنه النظام ليس له إلا خيارين. الخيار الأول هو إصلاح النظام من الداخل، وهذا يعني نهايته، لأنه إيجاد أي ثغرة في الإصلاحات السياسية ما معنى تقدم المجتمع إلى الأمام، نعم، وتغيير النظام برمته من نظام ولاية فقيه إلى نظام ديمقراطي، أو إصرار النظام وتعنته والمسير والمسار في طريقه الذي قد انتهجه ولا زال يصر عليه، وهذا ما معناه أنه لمواجهة أكبر بين الشارع. نعم. الشارع اليوم وصل إلى مرحلة بدأ يستعد يقدم التضحيات، وهذا طيب. معناه إنذار جدا كبير، سيعطي تضحيات أكثر. وتيرة الاحتجاجات طيلة العام الماضي تراكمت وتوسعت من حيث الكم والكيف، واتجهت إلى رأس النظام وإلى رأس السلطة. طيب دكتور جعفر، يعني أرجو المعذرة، لم يبقى لدي إلا القليل من الوقت، وحديث الخيارات التي تحدثت عنه أنقله إلى طاولة الدكتور محمد. يعني الآن يبدو أن خيارات الاقتصادية لاسترضاء الشعب الإيراني محدودة أمام طهران في ظل خلافاتها مع واشنطن وفرض الأخيرة عقوبات عليها. ما البدائل؟ ما الخيارات المطروحة عند الإيرانيين لمعالجة هذه العاصفة؟ الحقيقة أنا يعني كنت أقول دائما أن النظام الإيراني وصل إلى طريق مسدود، فإما أن يتغير، إما أن يغير نفسه وإما أن يتغير. لا يمكن. كيف يغير نفسه؟ يغير نفسه كما ذكر الدكتور، يغير بنيته الداخلية، يغير سياساته الإقليمية، يتخلى عن الفكر الثوري وينتقل إلى فكرة الدولة بعد مضي هذه العقود. أنا أقول أن الثورة الإيرانية شاخت وهي على مشارف، يعني ما يحصل للإنسان عندما يشيخ، هي الآن وصلت إلى مرحلة شيخوختها، ولا يمكن لها الاستمرار بهذا الشكل. فإما أن تجدد نفسها وتحيي نفسها من جديد، وبذلك ستتغير، يعني ستتغير طبيعتها ويتغير شكلها، وهذا ما يخشاه النظام. النظام يخشى من الانفتاح، لأن الانفتاح سيعني تآكل بنيته وتغييره، وإما أن يجبر على التغيير من الخارج، وهو يعني ما كان يخشاه النظام. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية الآن ليست بصدد هذا الانتقال إلى هذا الأمر، ولكن بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة قد نرى سياسة أمريكية جديدة إذا نجح الرئيس ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة، سياسة جديدة حيال إيران. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد عبد المجيد، الباحث في مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، وكذلك أشكر الدكتور جعفر الهاشمي الباحث السياسي، وكان معنا عبر سكايب من لندن. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.